هل السوشيال ميديا عملت فجوة ما بين الآباء والأبناء؟ لما بنسمع دلوقتي بنت بتكلم مامتها، فالبنت بتقول لمامتها ايه يا مامي اللي انت بتقوليه ده اصلا، ده قديم قوي، ده دلوقتي موجود على الابليكيشن الفلاني بيكتبوا كذا مثلا. الام هنا تحس بخط، بتحس ان هي مش موجوده، احنا مش عارفين اذا كان الكلام ده صح ولا مستحلى ان احنا لما ولدت احنا نرحب بضيوفنا او ضيفتنا العزيزات. استاذه علا ابراهيم نورانا النهارده يا فندم، هيك معيده بالجامعه. ايوه الجاكيت بتاعك تحفه، انا عندي منه ابيض والله كنت هلبسه النهارده بس الحمد لله يعني عشان مش فاهمه يعني مدرسه سوا. اما الاستاذه اسمها صبري نورانا برضو طبيبه صيدلانيه، وعايزين نعرف علا رأيك ايه؟ انا مع طبعا وجود السوشيال ميديا بس بشكل معتدل. يعني دلوقتي مثلا السوشيال ميديا دي مواقع تواصل اجتماعي، فهي اسم على مسمى، هي مواقع تواصل يعني اوريدي هي بتقرب الناس من بعضيها، فانا مش شايفه ليها مثلا يعني بتعمل فجوه. يعني هل وجود الفيسبوك والانستجرام والمش عارفه ايه والكذا خلى الابهات والامهات من عالم اخر؟ بالعكس، انا شايفه انها قربت ده. يعني ليه لا، يعني ليه ما نشاركش ولادنا مثلا الحاجات اللي هم بيعملوها؟ انت دلوقتي موجوده في عالم كله سوشيال ميديا، كله تكنولوجي، كله كل ده، فانا لو جيت دلوقتي منعت عنهم السوشيال ميديا، طب يا جماعه ايه؟ فانا انت باباكي ومامتك عندهم فيسبوك وانستجرام؟ طبعا عندهم. طبعا وفاهمين اللي بيحصل طبعا، وشايفيني دلوقتي وانا بتواصل معاهم. لا ده تلفزيون، ده تلفزيون معمول من كتير، انا بتكلم على ده، هو ده اللي بيقرب. يعني انا اللي قاعده مثلا بالليل مش بتكلم على التليفون، بتكلم على انستجرام على الفيسبوك. اوكي او واتساب يا ستي. اوكي انا دلوقتي قاعده في اوضه ووالدتي في اوضه تانية، انا والدتي تبعت لي مسج بتقول لي فين الشاي بلبن. يعني طب والدتك بتقول فين الشاي بلبن وهي في اوضه تانية؟ حصل في اسماء والدتها بتبعت لها رساله بتقول لها ده دليل عن فجوه. يعني كل واحد ابقى انا مثلا قاعده وبنتي في الاوضه اللي جنبي تبعت لي مسج، طب ما فين التواصل؟ فين ال ما انا باخدها واروح بقى، يعني خلاص المسج وصلت، انا رحت بقى، انا قمت وانا قعدت، انا قمت عملت الشاي بلبن. طيب ده كده حاجه بتسبب امراض اصلا، يعني حتى ما اتحركتش. لكن لو انا ما فيش الحاجات دي كلها هقوم وهتحرك، هروح هتندهي تقول لك يا علا يا بنتي يا علا تعالي هنا. صدقيني بتبعت لي مسج، ايه يا حبيبتي اخبارك؟ ما ده تواصل. ايه يا ماما يا حبيبتي، ايه يا حبيبتي الكل، عايزه ايه يا روحي؟ اعملي مامتك كوبايه شاي بلبن. حاضر يا ماما. فبروح اعمل كوبايه شاي باللبن وارجع لماما. يعني في هيبقى في فرصه للحوار، صح؟ ممكن يبقى في حوار. لكن هي بتبعت لك رساله على الواتساب تقول لك والله حصل. بيحصل والله، بيتبعت لي مسج واتفر بقى انت عايزه ايه بالظبط، مش لازم شاي باللبن. طب ردي على اسماء، ما اسماء قالت لك ايوه، ما ده معناه ان في فجوه. لا بالعكس، احنا يعني هقول لك على حاجه، ساعات انت ما بتقدريش تعبري يعني وانا قدامك كده مش قادره اعبر لك، مش قادره اتكلم معاكي، مش قادره اقول لك اللي مضايقني. انا عن نفسي بشكل شخصي انا مسج طويله عريضه كده قد كده بتوصل. ما هو ده السبب، ما هو انا من كتر ما هو قاعد على الموبايل بيبعت لي مسجات، هو فقد مهارات التواصل الاجتماعي، مش يعني هيعرف يتواصل معايا ولا يعني معايا. يعني انت لو متجوزه دلوقتي هتبعتي لجوزك؟ انت متزوجه؟ لا. مخطوبه؟ لا. طب لو انت النهارده متزوجه انت هتبقي حابه ان انت يعني جوزك يقول لك بعت لك رساله يقول لك هاتي كوبايه شاي باللبن، هاتي قهوه مظبوطه على البلكونه يا بنتي؟ افرضي انا مثلا انا وهو في كلاش يعني ما بين افرضي نفترض مثلا، فانا شايفه ان دي وسيله كويسه جدا ان انا صباح الخير، مساء الخير، تشرب حاجه. طب ما تروحي لجوزك تقولي صباح الخير يا حبيبي. مش قادره كرامتك على خده او كرامتك. طب ما انت هتبعتي رساله. مش تصدقي من انتم؟ ايه يا اسماء؟ انت متزوجه؟ طيب ايه حوارك مع جوزك يعني؟ لا طبعا لازم يبقى فيه كونتاكت، يعني لازم يكون فيه تواصل اجتماعي، ولازم اعلم ده لاولادي. وبعدين انا لما اسيب ولادي قاعدين طول النهار على وسائل التواصل الاجتماعي بالظبط، يبقى هو انا ما اعرفش هو بيكلم مين طول النهار، مين اللي قاعد يكلمه. يا مين قال لك ما تعمليش كنترول؟ مين قال لك مين قال لك ما تعمليش تحكم؟ انت مخلفه؟ حلو. عندهم قد ايه؟ 9 سنين و5 سنين. حلو. بتيجي تلاقي مثلا ابنك يقول لك ايه ده انا لقيت مش عارفه ايه على التيك توك، فتحسي ان انت مثلا من زمن اخر. بالظبط. ليه احس بقى ان انا من زمن اخر؟ يعني انا المفروض اشارك ابني كل حاجه هو بيعملها،
كل حاجه هو بيقولها، كل كنترول يعني اعمل تحكم. وما هو بدا دلوقتي بس ما وصلش للتسلط برضو، عشان ما بدا ايه متصلط. بدا يحس ان هو ان احنا من عالم اخر، وان العالم في لغة اللي مختلفة. ده وان ده العالم الحقيقي. ما انت ليه هو جاي ان يكون في لغه مختلفه؟ انت لان اللي بيحصل على وسائل التواصل الاجتماعي ده مش حقيقي. الناس اوفر اصلا، هي بتتكلم مثلا ايه حد مثلا باباه عامل له مش عارفه ايه، مامته عامله ايه، بيتهم عامل ايه، بدل ما تمنعيهم او بدل ما تشوف ان دي فجوه اشاركهم زي ما هي بتقول. اشارك ايه ده؟ بيشوف حاجتهم مش انا بقتش عاجباه اصلا. هو اصلا انا ما بقتش الليفل بتاعه هو كعيني. وانا كمان بقتش عاجباه. هو شايف ان انا تطلعاتهم بقت في فوق خالص. انت كل مدى الفجوه دي هتزيد كل ما تقولي كده. يعني هو يعني انت بتعترفي ان في فجوه؟ لا معلش، هو دلوقتي هي 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 سايبه، هي اوريدي سايبه ان المساحه تزيد، ما تسيبيهاش تزيد. انت دلوقتي هو سامعك دلوقتي وانت بتقولي انا مش فاهماهم، انا مش عارفه ليه اصلا تسمحي لنفسك ما تفهميهمش. ايوه لانه احنا اتولدنا يعني احنا اتولدنا من زمان. احنا قدام. فاحنا بتوع زمان دول، اللي هو كان يعني مثلا الاعلام يعني اللبان اللي بيطرع بالنسبه لنا كان اختراع. خلاص ده كان ايه ده؟ بص بيعمل ايه ده؟ على لساني الوان اللي كان بيعمل البتاع الاول اللي بص يا ماما ده كان اختراع. صح. دلوقتي انت بتقولي له كده، لو كان بقى والدك إيه مثلا ساعتها، او يعني باباكم ومامتكم قالوا لكم ساعتها جربوا معاكم اللبان ده، كنت هتحسوا بايه؟ مش هتحسوا ان هم اقرب لكم؟ ايوه برضه دي فكره. بس في اصل انا طول ما انا عامل نفسي بابا او ماما، احنا كنا تحت عينيهم. انا عامل نفسي لا تحت عينيهم بشكل ايه؟ انا يعني هو دلوقتي ماسك الواتساب، لازم طبعا بيتكلم دلوقتي. اوكي بيتكلم مثلا صاحبه على الواتساب، انا هفضل قاعده جنبه؟ ايوه ما ينفعش برضه تحط برضه مناخيره في الموضوع. ما تحسسيهوش ابدا ان انت ايوه طب هي هتعمل ايه؟ ما هو برضه في لغه تواصل فجاه حصلت، احنا مش يعني انت انا ما بقولكيش مثلا ما تراقبيش ابنك او مش عارفه ايه او كده، يعني حاولي يكون فيه يعني عين خفيه كده، ما يحسش برضه ان انت بتراقبيه. ايه العين الخفيه؟ طب تعالي ناخد التليفونات. انا عايز اخد التليفونات افهم الناس عندنا شايفين انه وسائل التواصل الاجتماعي. انا عايز اسمع الامهات كمان تحديدا، وسائل التواصل الاجتماعي هل انت شايفه انه ولادك الجيل اللي موجود ده، الفيسبوك الانستجرام التيك توك كله 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 بيقولوا لك حاجات انت بتحسي ان انت خارج؟ اصل انا بحس ان انا خارج العالم بجد والله. يعني انا مش انت يا بنتي احنا بقى ايه يعني احنا مش تحت يعني فاهمه، احنا بقينا دون المستوى بالنسبه له. ايوه وبعدين كمان بيقعدوا يتفرجوا على يعني انا في انواع عربيات انا انا ست عندها 40 سنه خلاص انا ما اعرفهاش. ابو بص الاقي بنتي اللي هي بتبقى قد كده اهو دي اللي هي يعني انا عايزه اشتري عربيه مش عارفه. مش فقدوا طفولتهم؟ مش تحسي ان هم مش اطفال؟ انا في 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 حته كمان يعني تحسي جيل كده بقى كلهم فاهمين اوفر، فتحسي ان مش طفل قدامك. ايوه فالطفوله كمان صح راحت، سنس الطفوله كمان ده اللي هو ايه بس يا حبيبي هجيب لك العو، يعني كلمه الجمله دي اصلا زمان لما كان بيتقال لنا يعني كنا بنخاف من العو. دلوقتي لو حد قال لنا اوضه الفيران لو حد دلوقتي قال لو في طفل عنده 5-6 سنين او 7 سنين وعنده الجهاز ده مش هيصدقك يعني هيبص لك بمنتهى. طب مش حاسه ان بقى عنده وعي والاستخفاف؟ يعني مش حاسه ان السوشيال ميديا عملت له وعي؟ ما هو ما يمكن يكون عملت وعي من ناحيه، لكن من الناحيه الثانيه الاهالي فلتت منها برضو. يعني انا مش هعرف اقول لبنتي غير النوت كورنر بتاع التربيه الحديثه مننا. طب قولي لها هسحب منك الموبايل شوفي هتقول لك ايه. يبقى العالم بتاعهم بقى ده بس. فمعنى ان العالم بتاعي بقى ده بس، ده معناه ان بقى فيه هيبقى فيه فجوه. انا مرتبطه بده بس. ده بس الجهاز اللي ما بيني وما بين مش حاسه ان انا اللي بربي برضه، ده اللي بيربي. يعني ايه؟ يعني هو بياخد سلوكياته من كل الفيديو، صحابه اللي مش انت مش عارفه مين هم كلهم. ليه بقى؟ انا نفسي اعرف بقى انت ليه مش عارفه مين هم؟ يعني ليه؟ صراحه عندها حق بحق يعني ايه برضه؟ لا انا ماشي عارفه هم مين، بس انا مش عارفه الحوار اللي داير بينهم ايه. ما انا اقدر يعني ما انا اقدر يعني ما هو طب وليه ما يبقاش كلنا مع بعض؟ ما هو لو ما فيش برضه وسائل تواصل اجتماعي في مدرسه. طب ليه ما نخرجش؟ ما انت لما ما بتكلميش مع اولادك سواء في وسائل تواصل اجتماعي او لا انت مش عارفه انهم حاجه. بس زمان كنا ايه؟ كنا بنخرج كلنا مع بعض. بخرج مثلا. ليه ما تعمليش ده؟
دلوقتي. ما هو خلاص بقى هو مش محتاج، هو ممكن ما يطلبش منك ان هو عايز يخرج مع صاحبه لا عشان لا هو لا عوض دفل على الموبايل. لا انت كده بتتكلمي بشكل مرضي بقى، يعني هو مريض بالموبايل. لما بكلمك في مش مرضى، ماما فعلا مرضى بالموبايل. لا هو مش مرضى. انت بتمسكي تليفونك قد ايه في اليوم؟ لا كتير، فتره حبه حلوين. دي بتقولي حاجه عكسها ليه في بدايه الحلقه؟ يعني انت بتمسكي تليفونك بشكل كبير وشايفه ان ده شيء مش مرضي؟ في نفس الوقت مش عامل لي مرض، يعني انا اقدر استغنى، يعني اقدر ان انا اتحكم في ده، يعني بشكل يكون متوازن، واخده بالك؟ يعني انا ما قلتلكيش، يعني انت تقدري تعيشي يوم كامل من غير تليفونك؟ لا. طب يا جماعه بقى الموضوع اتقلب ادمان ومرض. انا شايفه ان انت بصي حواليكي العالم كله. بصي انا 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 اقدر استغنى عن انا شخصيا انا قافله اساسا تليفوني بقى المصري. معايا مين؟ مين؟ منى. الو، مساء الخير يا منى. تنور. ازيك يا منونه؟ ايه، عندك كام سنه يا منونه؟ 24. حلو قوي الكلام ده. انت في النص، انت يا منى اللي هو في الجيل اللي في النص ده. منى انت شايفه بقى ان السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستجرام والكلام ده عمل ما بينك وبين بابا وماما فجوه؟ قوي. احكي لي يا منى عن نفسك يا حبيبتي، قولي لي يا ماما ما تتكسفيش. ليه بقى قوي؟ ليه قوي؟ باختصار لان انا مخطوبه. يلا. من كتر خوفه من الدنيا ومن اللي بيسمعوه من فيسبوك ومن السوشيال ميديا مانعين حتى خطيبي يجي يشوفني هنا في البيت. ما انت مخطوبه له ازاي؟ يعني مره كل شهر. بتشوفي خطيبك مره كل شهر بسبب السوشيال ميديا؟ بسبب اللي بيحصل، لان هم عامل لهم يعني بصي مشاكل. زي ما بقول لك عوضوا كل الخروجات بسبب السوشيال ميديا. ثانية بس، مشاكل كبيرة قوي تنطردوا. ما انت عايز تقولي تنطردوا بقى بس ده فاهم. طب حبيبة قلبي عشان حضرتك، عشان السوشيال ميديا بس انت بتشوفي خطيبك مرة في الشهر؟ مفيش اي سبب تاني؟ هقول لها ايه دي خالص، بسبب اللي هما بيسمعوا الحوادث اللي بتحصل، فهو لا احنا بنخاف عليها، وده هما خلوني كملت تعليمي اصلا بالعافيه بسبب السوشيال ميديا. انتي مقتنعه؟ خالص لا. انتي مقتنعه ان بابا وماما يعني؟ طب استني منه، والله عايزه تربيتك وانتي صغيره كانت كده برضو؟ بصي هو الموضوع بدأ معايا من سن 16. ايوه، هي بسبب السوشيال ميديا، لان هي فعلا لو هي عندها 24 ومن 16 يعني 8 بدايه ظهور السوشيال ميديا. طيب معلش يا منى، ما حاولتيش تتكلمي معاهم؟ انا اتكلمت، اخواتي اتكلموا، ناس كتير. هم عاملين كمان كده مع اخواتك؟ لا مع اخواتي لا، عشان انا اخواتي كبار دلوقتي ومتجوزين وفي بيوتهم. طب ما تقفلي السوشيال ميديا عشان تشوفي خطيبك. قفلت ايه؟ ما تقفلي كل السوشيال ميديا عشان تعرفي تشوفي خطيبك. قفلتها، انا بقالي دلوقتي 4 شهور قافله كل حاجه على الموبايل. بتشوفي بقى خطيبك؟ لا برضه. لا ليه؟ لا هم يعني هم ما حدش يشوفها، ما حدش يتكلم معاها، احنا بنخاف عليها من بيتنا، من بيت ابوها لبيت جوزها. إيه ما هو الراجل خطيبك، ما هو لازم يعرفك عشان يتجوزك، امال هيتجوزك ازاي؟ والله يا طنط رضوى ولا اي حاجه، ما فيش كلام جايب معاهم نتيجه خالص. طب عندي سؤال يا منو، بتكلموا مع بعض في التليفون؟ مثلا ممكن ساعه ساعتين على التليفون الارضي، غير كده لا. ساعه ساعتين كل يوم؟ اه. لا طب ما انت معوضه يا منى. ايه ما انت معوضه يا منى، ده ساعه كتير. طب اشمعنى على التليفون الارضي؟ سؤال محمود. لو اتمنى بقى يبقى هل لا ليه مش على الموبايل؟ ليه مش على الموبايل؟ لا لان هو موبايله اساسا مش شغال ان هو يعرف يتكلم جدا. لا انت عندكم مشكله في التليفونات. وشكرا يا منى، شكرا. في حاجه برضو اسمها كده؟ يعني في حاجه اسمها ان انا اخلي بنتي تشوف خطيبها اللي هتتجوزه مره واحده في الشهر بسبب السوشيال ميديا؟ قولي كلمه حق، وانت ست حقانيه ولا تعرفيني ولا تعرفيني؟ يعني انا مش فاهمه امتها ايه مشكلتها مع السوشيال ميديا؟ ان هم بيشافوا مصايب وبلاوي وقصص سود على السوشيال ميديا، فهم بقوا عندهم خوف زايد على بنتهم، فبيخلوا بنتهم تشوف خطيبها مره كل شهر عشان بنتهم ما تبقاش عبره، ما تبقاش قصدي اسمها ايه؟ شبه القصص اللي على السوشيال ميديا. انا حاسه ان هم مش بيحلوا المشكله، ده بيزودوا المشكله. طب ما هي كده اصلا ممكن تضطر ان هو تعوض ان هي ما بتشوفهوش ان هي تكلمه كتير على السوشيال ميديا. طب يا جماعه انا سمعت بس انا نداء
لكل مشاهدينا ومشاهداتنا وبناتنا واخواتنا، بلاش صمت رادو هديله لانها بتقتلني بقى سهم في قلبي. انا عارفه ان انا ست كده، بس بلاش طنط دي، لان انا حتى منبهه على اصحاب بناتي، ما حدش يقول لي يا طنط، قولي لي يا دودو يا رادو. فاللي عايز يدخل دودو يقول يعني اهل مع بعضينا، يعني عايز يقول رادو هيقول، بس طنط دي يا جماعه قلبي وجعني، ما قدرتش اقطع منها. سلامتك من معايا مين بقى؟ احمد. مساء الخير استاذ احمد، مش عارفه ليه الرجاله دايما استاذها. يا استاذ احمد ممكن نوطي التلفزيون بعد اذن حضرتك؟ استاذ احمد، استاذ احمد ممكن نوطي التلفزيون؟ مساء النور يا فندم. ممكن نوطي التلفزيون بعد اذن حضرتك؟ اوكي تمام، سامعني كده يا فندم؟ اه سامع حضرتك. استاذ احمد حضرتك عندك كام سنه؟ 26. حلو قوي السن ده. حضرتك شايف ان في فجوه حصلت ما بين حضرتك وما بين باباك ومامتك بسبب وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله يا فندم هو ممكن نوجه السؤال بطريقه ثانيه، يعني احنا ممكن نقول هل الاهل فعلا الخوف من السوشيال ميديا في التواصل بين الاطفال او الابناء والاباء، ولا الخوف من المخاطر اللي بتقدمها السوشيال ميديا بدون هنقول بدون طريقه مباشره؟ لا احنا ناقشنا المخاطر في حلقه سابقه. احنا بنتكلم دلوقتي على التكنولوجيا والتطور. لو بنتكلم حضرتك في النقطه دي بس، لا طبعا ما حصلتش فجوه، لان كان مثلا بنيجي لما نتجمع كلنا او نتجمع انا واخواتي، ما فيش حاجه اسمها تليفون. مظبوط. ما فيش حاجه اسمها ان مثلا بابا بيتكلم او ماما بتتكلم وانت عمال تلعب بتدور على الفيس مثلا. او ما فيش حاجه اسمها مثلا ابعت مسج ماما انا عايز اكل عن طريق الواتساب. ما فيش الكلام ده خالص. السوشيال ميديا وسيله اضافيه للتواصل مع اشخاص مش عارف اتواصل معاهم بسبب بعد المسافات او. طب معلش يا احمد بعد اذنك، احنا معانا هنا علا مامتها بتبعت لها رساله تقول لها هاتي لي كوبايه الشاي بلبن. لا ده اوفر. ده لا 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 يا استاذ احمد، لا يعني لا لا يا استاذ احمد، يعني انا موقف مامتي او بابايا مثلا في الاوضه اللي جنبي ما بنقولش اوفر على ضيوفك. ما تقولش تعالى انا عايزاك مثلا. اه لا 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 هو بيقول ان الكلام ده ما ينفع. فين التواصل بين الاسره؟ ايوه ما هنا ما هنا ما هنا السؤال. وتتطور ازاي يا فندم؟ الواتساب يعني. طب مثلا الواتساب مثلا النت قطع عن مصر، يعني ان شاء الله باذن الله كده مثلا اتقطع عن مصر 10 ايام، مش هنتواصل مع بعض؟ اه يبقى لا بس يبقى حضرتك يبقى ممكن الوسائل التواصل الاجتماعي قد تكون وسيله في قطع علاقات ما بين الاهل، ما بين الناس وبعضها. ما اقدرش اقول كده، لان حضرتك دلوقتي ممكن. ايوه يعني حضرتك في شخصيات بتفهم المعلومه غلط بناء ان انت بتتكلم معاه في التليفون، فلازم بتتعامل معاه مباشره عشان يفهم وجهه نظر الصح، لازم يبقى في فيس تو فيس. فما بالك بقى ان هو مثلا ياخد كل اخبارك عن الواتساب او عن طريق الفيس؟ ايوه يبقى حضرتك يبقى حضرتك مع فكره انه وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تجيب فجوه ما بين الاهل او ما بين الناس. اكيد كل أكيد حاجه ايوه اكيد ضدع. شكرا. شويه ميه زياده بتاذي نفسك. اه والله صح يا استاذ احمد. مفيش اي حد معاك يا علا، احنا عايزين. طب احنا ممكن هنفتح صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك دلوقتي حالا. طيب نشوف كده مع بعضينا. هي وبس هي وبس هي وبس هي. انا اللي مسميه البرنامج ده عشان تبقوا عارفين. والله كنا كان عندنا كذا اسم، لكن احنا اخترنا، انا اخترت الاسم يعني دخلت لهم كده هي وبس. عملت مكالمه تليفون ورحت داخله قلت لهم اسمه هي وبس. كان في ست كده قمر قاعده في الاجتماع ده، عمري ما انسى، عينيها خضره كده، وكانت قمر قالت لي حلو قوي الاسم ده هيبقى هو. طيب استاذ محمد رضا بيقول نعم السوشيال ميديا بصورتها العامه مؤثره تماما، لانها جميله وجدت استشهاد باراء قد يكون لحن حاجتها قوي فتؤثر على كل من يستقبلونها، بل ويحتاجون بها يتحاجون بها علينا، وربما يستقامون منها ويتمسكون بارائها. سعاد نعم، رنا ضد، استاذ تامر بيقول هي فعلا بتسيب فجوه، بسمه مع فعلا، لميا مع فعلا، معوه بشده، بولس
مليكه كاتبه تحيا العزوبيه، انا مش عارفه ايه موضوع العزوبيه في الموضوع بس تحيا طبعا العزوبيه. شمس مع جدا، مع جدا روني، مع طبعا هاجر، بسمه مع ريري، مع ريتال، مع جدا. طب احنا نختم وناخد راي الشارع المره اللي جايه. احنا هنعمل جزء تاني، معلش احنا لسه ما خلصناش هذا الحوار الشيق. الحقيقه ان احنا محتاجين حاجه، احنا مش عارفه ايه هي الحاجه، بس احنا محتاجين حد يبقى يعني يلا نختم. انتوا نورتونا النهارده، الجمعه الجايه هنتكلم اكتر. انا محتاجه تجيبي لي ادله وابراهيم معاكي، لانه في هنا كفه. انا حاسه ان انا بس احنا كمان هناخد راي الشارع، احنا ما لحقناش دلوقتي. نورتينا حبيبه قلبي. مشاهداتي العزيزات، للاسف الشديد خلصت حلقتنا وخلصت فقرتنا. ان شاء الله لو لينا العمر اشوفكم بكره حلقه جديده وهي وبس.